انت صحفي مختص في معناها التوسكي ديجيتال، التواصل الاجتماعي، هذه هل القضيه هذه اللي تعاودت رجعت مره اخرى، والمره ذي تخرجت باسماء ناس اللي هما تسكرت لهم لي كونت فيسبوك نتاعهم، والبعض منهم بعد رجع، واليوم انا قضت قرة باش نراسل فيسبوك باش يسكر لهم مره اخرى لي كونت نتاعهم بعد ما خرج التقرير هذا نتاع فيسبوك. الناس هذم خدموا في شركات مختصه في ممكن التاثير على الناخب بمقابل مادي، بيان ايفيدامون سي دي اجونس، ناس منظمين مركزين كذا، لكن المشكل هوني انه فما فلوس من برا، وانه فما فلوس دفعت لبرا. الفلوس هذه كيفاش دفعت؟ ومره اخرى نرجع لحكايه ارشيميد مره اخرى الموضوع، ويبدو لي انه فما تقاطع في هذا الموضوع. دونك نحكيو هوني على يو ريبيوتيشن، الشركه هذه اللي فيها ما يقارب 100 شخص، دونك باش نحب نفهم منك شنو الحكايه الكل، شنو هي الهدره، شكون ولا كيفاش تخدمت الخدمه، عن طريق شكون، برشا اسئله طرحوا، برشا اسماء جبدوا. نحكيو على لطفي بالحاج مثلا، هذه الاسم اللي خرجوا، خلينا نسال اسئله وبعد جاوبني. كيفاش يمكن نفذت شركات هذه لتونس ولبلدان افريقيه، ونحكيو على الوكيل هوني اللي قال انه هو مجرد بريتنا، فما ناس وراه سي سا، والناس هذوما موجودين خارج تونس، والناس هذوما عندهم علاقات بدول اخرى، ومره اخرى نلقاو يمكن تقاطع مع ارشيميد، وبرشا لعبه نتاع تبييض اموال وكذا، دونك الملف كبير برشا. فهمني اذا كان انت فهمت. هو الملف كبير جدا، لكن زعما نفصل ما بين حاجتين، عندنا وقائع وعندنا تخمينات، كل واحد حر في التخمينات نتاعو والسبيكولاسيون في النجم الشباب. لكن الوقائع شنو؟ انا مشيت حبيت نشوف التسلسل الزمني اللي ما صار نهار 29 ماي، ناخذوا صديقنا هيثم مكي كاكزامبل. هيثم مكي اعلن انه الكونت نتاعو توقف نهار 29 ماي، الكونت نتاعو رجع نهار 31 ماي. في الاثناء ثم عديد الناشطين قالوا انه تدخلنا، لانه العديد من التونسيين الحسابات الخاصه نتاعهم على فيسبوك تسكرت، وحتى ذا جواردين خرجت ارتيكل وقالت انه هذه عمليه مريبه، لانه التسكير كان مفاجئ وحسب المساج تاع فيسبوك انه نهائي. نهار 6 جوان يهبط تقرير، التقرير هذايا نتاع دي اف ار راب، دي اف ار راب هو مركز بحوث في واشنطن، بازي في واشنطن. التقرير شنو يثبت؟ التقرير اعتمد على اخر نجم نقولوا حادثه شبيهه، هي المعروفه بارشيميد، عمليه ارشيميد اللي اثبت انه ثم شركه اسرائيليه تعمدت التاثير على الناخب في تونس وعده بلدان افريقيه، اساسا البلدان هذه ناطقه باللغه الانجليزيه. اثبتت اني استعملت اساليب غير مطابقة لمواصفات استعمال فيسبوك، هذاك علاش فيسبوك شهر بالعملية هذيا وسكرها. دي اف ار راب كي عملوا الرابور نتاعهم قالوا رانا نحن بدينا من الرابور اللي يخص ارشيميد، على خاطر فما صفحة اللي سكرها ارشيميد كانت متقاطعة مع صفحة أخرى اللي هي في شبكة العلاقات نتاع يوروبيتيشن، والصفحة هذيا من المفارقات العجيبة أني كانت تقدم روحها على فاكت تشيك، معناها وكاني هي تعمل تشيكينج نتاع ثبت الاخبار الصحيحه من الغالب، معناها أوكي. دخلنا لهنا اللي هو فيك نيوز، يكذب فيك نيوز شي ظهر اللي يروح. معناها نحب نقول حاجه انا مهمه، انه قبل كنا نقولوا فما اخبار كاذبه، يمكن زميل في موقع غلط، والا ثم انسان مختل عقليا ولا عنده موقف ايديولوجي، كما تتذكروا الحادثه نتاع الرئيس الراحل الباش قايد سبسي، والاخبار اللي تسرب انه توفى بعد ظهر انه انسان عادي عمل. نعم، هذه اليوم الفيك نيوز اصبحت تجاره، أصبحت تجارة تدر ملايين الدولارات على أصحاب، أصبحت تجارة عبر القارات، لأننا هنا نحكيه على الشركة، قال فيسبوك وقال الرابور متاع دي اف ار لاب مركز البحوث أني بازي في تونس، تخلص ينسيس، خلص كريم تاعها، عندها مقر، خدمتها أني ترذل صورة منافسين الكليونات نتاعها في الانتخابات، انه ثم صوره انسان في انتخابات هذا معمول به، كما قال كريم قبيله، حتى الرومان كانوا اول وحيد عملوا لي ستاتيو، استعملوا الصوره في الصور التماثيل العملاقه نتاع الحاكمين، استعملوا الصوره في الانتخابات. دونك هذه حاجه مشروعه، لكن اما انك تجي للمنافس نتاعك وتخرج عليه اشاعات وكذا، تخرج عليه اشاعات وترذل الصوره نتاعو، هل هذا اخلاقي او غير اخلاقي؟ بالطبيعه هو غير اخلاقي. هنا هذه الباج اللي بدات منها البحوث، من الباج هذه بدات كل البحوث نتاع دي اف ار لاب، ودي اف ار لاب هو مركز بحوث نجم نقولوا داخلين فيه مش داخلين تحت تاثير، لكن فيسبوك خذا البحث نتاع دي اف ار لاب اعتمد عليه باش يعمل لونكيت انترن نتاعو، واللي خلصت نفس النتيجه،
انه الشركه هذه يو ريبوتيشن الموجوده في تونس وعلى ملك الشخص لطفي بالحاج، وهي اللي قامت بالتاثير على الناخبين في تونس وفي عده بلدان افريقيه. ولهنا كي نحكيوا على التاثير على الناخبين باي طريقه هذا يحل باب كبير، وانا شخصيا حاجه مرعبه، خاطر كان باش نوليو نشكوا في الانتخابات ونشكوا في اللسان، يلزمنا نلقاو طريقه باش نامنوا رواحنا من الطرق هذيا. تستعمل الواجهه نتاع دي سيت ويب عندهم نوع من المصداقيه معناها؟ هذا الاخطر، لانه قبل كنا نلقاو خبر مضحك ساتيريك في موقع تعرف ولا هو يفتلك الموقع ذاك، ولا تلقى موقع ما عندوش مصداقيه كبيره، ولا حتى تشوف الاسماء الصحفيين ما تعرفهمش. لكن هنا تم استعمال وسائل الاعلام عندها مواقع معروفة محترمة، فيها صحفيين يخدموا محترمين، عندها كونتوني محترم، لكن في وسط الكونتوني هذاك ثم كونتوني مسموم اللي هو يخدم جهة معينة. لهنا نحن نقولوا شنو كان باش يصير في تونس ولا في الانتخابات الجاية كان مخرجش الرابور نتاع فيسبوك. ما لازمناش نقولوا فيسبوك به وعليه، ليه؟ فيسبوك هي بلاتفورم أنت كيفاش تستعملها. رئيس مدير عام فيسبوك مارك زوكربيرغ مشى مجلس الشيوخ في امريكا واعتذر وقال صحيح نحن اخطانا ما قمناش، لكن بعد شنو؟ بعد ما تم السياسيين استعملوا السلطه نتاعهم باش ضغطوا عليه وطلبوا منه وين تدفع الفلوس؟ كيفاش تدفع انت هوني في تونس وتخلص بالدولار؟ ومش كان يور ريبيوتيشن، برشا شركات اخرى تخلص بالدولار. اسكو سي ديكلاري اوبري لا بانك سنترال؟ هذا ما يعرف بالسبونسورينغ في تونس. عندنا لي كارت تكنولوجيك لي زونتربريز اللي لي ستارت اب يوصلوا حتى 100,000 دينار ينجموا يستعملوهم سبونسورينغ. موجود معناها من غير ما يحاول فلوس. فما سيركولير دو لا بانك سنترال من 2015. ما بين فيسبوك يقول لك تم استعمال في الحمله هذه 331,000 دولار، ما بين حمله على شركه في تونس الكارت تكنولوجيك 10 ملايين في العام، معناها ما تنجمش. الارقام ماهيش تطابق، ثم اطراف اجنبيه، خاطر انت ابو بكر الصفحه نتاعك تعمل بوبليكاسيون ونجم انا نكون ادمين في الصفحه نتاعك في فرنسا، عندي كارت فيزا عاديه بالديفيز نجم نعمل سبونسورينغ حاجه مشروعه.